لفهم أكثر أمراض ال WBC أو أمراض ال White Blood Cells، لازم تعرف أن النورمال فاليو بتاع ال RBC في ال CBC، حتلقاها لما تجي تدير CBC حتلقاها من 4 إلى 10 آلاف خلية في سنتيمتر المربع. بالأخير يعني أنت عندك شني؟ عندك من 4 إلى 10 آلاف، هذا الطبيعي. التقسيم بتاع الأربعة للعشرة آلاف أمام قسمة كالآتي: عندك خلايا محببة وخلايا غير محببة. خلايا في السيتوبلازم عندها جرانيولز وخلايا عادية. الخلايا المحببة تنقسم إلى 3 أنواع: متعادلة، حامضية زينوفيلز، وقاعدية بيزوفيلز. نسبتها أكثرها طبعا النيتروفيلز، ولا تكاد تلقى الزينوفيل إلى البيزوفيل أقل هلبة. النون جرانيولا اللي ما عندهمش حبيبات هم مونوسايت والليمفوسايت. المونوسايت شكله من 4 إلى 8% من مجموع الخلايا، و 25 إلى 35% يا إما بي يا إما تي. خلايا بي الليمفوسايت هادم يصنعوا أنتيبوديز. التي وظيفتها خلايا أو مناعة خلوية اللي هي تبدأ تهاجم الخلايا مباشرة بدون ما تنتج أنتيبوديز. توني بناخذ مصطلح هو طبعا الصورة هذه هنزيد نشرح بها هلبة أمراض خلايا، بس في بالك نبي نشرح أول حاجة ليوكوبينيا. ليوكوبينيا بينيا زي ثرومبوسيتوبينيا، معناها ما فيش خلايا بيضاء، فيش خلايا بيضاء كلها أقل من 4000. وهذه ممكن تصير بسبب انفكشن او مرض في الدم خصوصا في البون مارو تنشرحوه، او مثلا سبلينوميجالي اللي هي هايبرسبلينيزم، او ادوية او اشعاع، ولا بون مارو انفلتريشن شوية بشوية. انفكشن الفيرال انفكشن تقدر في سم بكتيريال انفكشن دير زايد هنا. الفيروس بعض البكتيريات ممكن زي التيفويد فيفر ممكن يدخلوني في تطيح خلايا المناعة، تطربيق خلايا المناعة في المناعة، أجهزتك شيء عدد الخلايا بينقص. هذه أول حاجة الانفكشن. ثاني حاجة عندك بلود ديزيز. بلود ديزيز زي الابلاستيك انيميا، انت البون مارو ريجينريشن باور بوكسد معش البون مارو عندك يخدم. هذا من الحاجات اللي تسبب لك بكل بساطة ليوكوبينيا. بيرينيشيس انيميا اللي هو عندك نقص مني فيتامين بي 12. بيرينيشيس انيميا لان عندك اوتو اميون ديزيز هاجم في الانترنسك فاكتور. الانترنسك فاكتور معش يمتص الفيتامين بي 12، معش عندك شني، معش عندك كيف تصنع دي ان اي خلايا جديده. سبلينوميجالي اللي هي هايبر سبلينيزم، احنا نتفقوا ديما نقولوا لما يكبر الطحال الشبكه اللي فصلها مش تتوسع انما تزيد تضيق، واللقطه هذه تسبب في امراض خطيره اللي هي تبدا تكسر الار بي سي والبليتلتس والدبليو بي سي. ادويه ولا اشعاع اوكي يعني معك متفقين ان في ادويه تنقص المناعه، ادويه او اشعاع يضرب البون مارو. فالبون مارو ممكن يصير له انفلتريشن او ميتاستاسيس. شو معناها؟ معناها تيومر جير اخترق البون مارو، وبهيك حيصير شني؟ حيصير يعني توقف او شت داون للبون مارو، مش حيتصنع خلايا مناعيه جديده. طبعا مش خلايا مناعيه بس، خلايا بليتلتس وخلايا ار بي سي مش حتتصنع. هذه الجزئيه او الكلمتين اللي بيتعرفهم عليه ليوكوبينيا. الفيديو اللي بعدها حيكون العكس، اجر انيوسايتوسيس يشني زيادة نوعية معينة اللي هي مش الجرانيولوسايت، الأجرانيولوسايت.